سلام، مرحبا بكم. مرحبا بكم معايا انا يا راني ميتة بالفرحة اللي عاودت تشدكم. جيسبر نتوما باغي. اليوم راح ندير لكم لو غاتو او شوكولا لو براوني، ان غاتو اللي طول موند ادور اي اون ريسيت سوبر سوبر فاسيل، بزاف بزاف سهله ومقادير تاعها ما كاش بزاف، و سورتو سورتو يحبوها لي زانفون كثر من الكبار. من الكبار يحبوها، من لي زانفون كثر من الكبار. ومادابيا تعيشوا، خلوا الدراري يشوفوا هاد لا فيديو ويعاونوكم في هاد لا ريسيت. دونك راح نديرها بوكو بلوس لي زانفون كو لي ادولت، يعني لي زوج مي بوكو بلوس لي زانفون. دونك يلا اروحوا تشوفوا معايا واش لازم لنا، ونبداو تو سويت في الطريقه والوصفه ان شاء الله. على واش لازم لنا؟ لازم لنا ربع حبات ولاد الدجاج، ربع حبات بيض، 200 غرام تاع زبده، 260 غرام تاع سكر كريستاليزي، و 180 غرام تاع فارينا، و 50 غرام تاع كاكاو. لازم لنا اون تابلة دو شوكولا تاع 200 غرام، واذا حبينا نزيدو لداخل لاباط دي مورسو دو شوكولا نزيدو ندو شويه، واحد نص تابليطة، واحد 100 غرام ا بوبخي. هادو هما المقادير. يلا نبداو توتسيت. نبداو بالشوكولا. شوكولا كسروها هكذا، وهادو لي زونفون تقدروا ديروها باش تعاونوا. دونك تكسروا كامل هذيك الشوكولا، ونزيدوا لها هذوك 200 غرام تاع زبده، ونديروهم سواء ميكرووند سواء اوبي ماري حتى يذوبوا مع بعضهم، لي دو يذوبوا. قلنا نزيدوا هذيك الزبده، ودوك نحطهم انايا في الميكرووند يذوبوا ونرجع لكم. الوغ كي تحطوهم في الميكرووند تبداو غير بالعقل، بايزوم تحطوهم 30 سكوند وتحركوا، تحبسوا وتحركوا، بس دي فوا يجيب لكم ربي ما راهيش دايبه وهي راهي تتحرق، والشوكولا يتحرق تري تري فاسيلمون. دونك نروح نذوبوا ونرجع لكم ان شاء الله. انا الشوكولا تاعي دابت هايليك، سا ما بري 60 سكوند، مي بون كل واحد والميكرووند ديالو. شوفوها حتى تذوب تولي كامل دايبه. دوكا هذه نخليها لهنايا دون ان ريسيبيون. واش ندير؟ ندير ربع حبات ولا الدجاج، ما لازمش كامل تطيح لكم هذيك لا كوكي، الا طاحت تو سويت عاودوا رفدوها. دي فوا تجيكم ديفيسيل باش ترفدوها هكذا، واش ديروا؟ حكموا لا كوكي المام وديروا هكذا ارفدوها تو سويت تجي. على قلنا نديروا ربعة، هادو ما نسحقوش نديرهم هنايا. جو بخون لو فوي و جو في باتخ لي زو هكذا غير بيدي عليك لو فوي. تقدروا كان نتوما ديروها هادي لي زونفون، مي بالعقل لا مطرشوش كامل الكوزينة. كي تخبطو شوية لي زو نزيدو لهم لو سكر هكذا كامل، قلنا 260 غرام، وسيلو نخبطو شوية زيادة حتى هداك لو سكر يدوب شوية، هو تمتم يدوب. إلا تحبوا ديروا لا فاني ديروا، أنا ما نديرش، جو تخوف كو الشوكولا فريمون سي ان غو تري تري فور، دونك ما نديرش، سورتو كو أنا قلت لكم نحب الشوكولا نوار، دونك ما نديرش لا فاني. بيان هكذا دوكا ندير له هذاك الشوكولا، الشوكولا تاعكم مع الزبده ما لازمش يكون سخون، داكور؟ دونك ندير لهم كامل هذاك البوغ اي الشوكولا تو سويت. نزيد اونكور نخلط هكذا بيان. دوكا هذا ما نسحقوش خلاص. واش قعدنا؟ قعدنا غير لا فارين و لو كاكاو، نديروهم اون ميم طون مي نصيروهم، داكوغ؟ باش سورتو لو كاكاو فيه بزاف لي غرومو، دونك نصيروهم. اوك فوالا تري بيان ما حبطش. ندير لا فارين اي لو كاكاو انصومبل،
اوكي سي ان غاتو اللي ما يسحقش لا لوفور. شوفوا بلي راح يطلع سون لوفور. دونك ندير له هاد لا فارين اي لو كاكاو. فوالا هاني درتها كامل، هادو ما نسحقهمش نحطهم ثاني هنايا. جو برون لا سباتول ونبدا ندخل بلا عقل هذيك لا فارين اي لو كاكاو حتى يدخلوا كامل بيان، سواء على سباتول سواء بالفوي كيما تحبوا نتوما واش تجيكم ساهل. فوالا جو كخوا كو انايا ندخل كامل هذيك لا فارين لو كاكاو. شوفوا لا بات شحال راهي شابه والشوكولا لونو كيفاش راهو بيان، ميم لودور والله ميم الريحه راهي هايله. الوغ اذا تحبوا تخلوه كيما هكذا تقدروا دوك نطيبوه هكذا، اذا حبيتو ديروا دي بيبي شوكولا ولا هكا كيما قلت لكم انايا اون فابخوندغ انايا جو في بخوندغ نص تاع تابليت دو شوكولا نقطعها بالموس ونرميهم لداخل. جيم بيان كي نكون ناكل ما تجيش كروكونت تجي دايبه، مي نحس حاجه هكذا مويلوز لداخل جيم بيان. دونك انا نقطع نص هكذا جو بروندغ ان بو بلوس هكذا ا بو بخي 100 غرام تاع شوكولا نقطعها بالموس هكذا هكذا نيمبورت كومون. لي زونفون هادي ما ديروهاش نتوما N'utilisez pas le mousse, sinon il faut faire très très attention, d'accord? En tout cas, vraiment, quand tu as n'importe comment. Voilà. Il y a une petite quantité. Où je vais dire, hop, je vais mettre là. زيد جو ميلونج ان تو بتي بو هذا نحطو هنايا بان ميلونجي وي هكذا باش هاديك الشوكولا تروح كامل في لاباط تخي بيان. دوكا جو برون لو مول تاعي. الوغ لو مول تاعي جلي بيان بوغي راكو تشوفو يبرق ها دونك جي بيان بوغي. تحبوا ما تزيدوا له ان بو فارين كيما تحبوا. لو مول تاعي انايا هذا يدير 30 سنتيمتر على 15 سنتيمتر. لو شوا تاع لو مول كيما تحبوا نتوما، اذا تحبوا عالي ديروا ان مول شويه صغير اي انسي دو سويت. دونك يلا نديروا لا بات. ريغاردي افيك موا كوم الي بيل سيت بات. Essayez de bien l'étaler, d'accord. Réaction via très bien. Anna, j'ai le four d'y aller, j'ai tout mis le four au milieu à 150 degrés, 150 degrés, les mettez blaire. Mais écoute, vous avez le temps, 20 minutes à 150 degrés. 20 دقيقة على 150 درجة. شتو شحال راهو شباب؟ واش ندير دوكا؟ جو لو بران نحطو في الفور قلت لكم 150 دغري بوندون 20 مينوت. كي طيب نعاود نرجع لكم. راهو طاب. Après 20 minutes, تحكموا الموس ديروا هكذا. اذا شفتوا الموس تاعكم خرج هكذا نقي دونك سي بون راح طاب. انا دوك نخليه يبرد ومن بعدك اون فا لو ديكوبي انصامبل مع بعضنا ان شاء الله. حبيت نوري لكم هذيك الشوكولا اللي زدناها، شوفوا كيفاش نلقاوها. فوالا هنايا هذيك هنايا تجي دايبه مي تحسوها هكذاك مويلوز
كملنا الوصفة تاع اليوم تاع البراونيز اللي درتها سبيسيال انفان اي جون في اي جون هوم، يعني ماشي غير لي زانفان. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وشفتوها كيفاش درناها فاسيل تمتم وجدناها وفي الدوق الي تري تري بون بنينه تاع الصح، تجي هكذا من الفوق كروستيانت والداخل تقعد مويلوز، سورتو هذوك لي شوكولا اللي زدناهم يذوبوا برك ويقعدوا. كي شفناهم في الكتاب شفناهم كيفاش يقعدوا دايبين فريمون بنين. هذا البراوني هذا ايلي ترو ترو بون، نتمنى فريمون نتمنى لو كان تعاودوه وتقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم. ما بقى لي غنبقيكم بسلامه ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي ساعه الخير.